طبعا لخطوره هذه الواقعه، كمان عشان نكتفها تماما، نستأصلها من مجتمعاتنا، مهما كانت الاسباب، مهما كانت الدوافع، اللي عاوز ياخد حقه يلجأ للقانون ويلجأ للمؤسسات. لكن لما تقعد تتخيل كده انه في حد استخدم سيفا او سكينه حتى او سطور عشان يقطع كف احد المواطنين. اخته معانا اللي هي اكدت معانا الواقع بالامس، امنيه طارق. امنيه، اهلا بيكي. اهلا بك حضرتك. والدته والده محمد واحمد طارق، اهلا بيكي. اهلا بيكي. امنيه، انت قلت لي امبارح اللي بيهمني في الواقعه، يعني طبعا البيان بيقول انه دي مشاجره بين يعني وانه لا اخواتك. لا بعد اذنك، لا لا ما حدش يقول عليها مشاجره. لا لا مشاجره، لا انا جاي حق ابني كده هتضيعوه؟ لا مشاجره، لا هم انا دايروه من قلب البيت قدامي في صلاه العصر وخدوه. اوعى تقولوا مشاجره في صلاه العصر. في صلاه أيوة العصر كنت داخله اتوضى، والله كان نايم، والله كان نايم، وقالوا له خدوه. عملوا ايه بعد خدوه كده؟ خدوه خبطوا على الباب وقالوا له تعالى تعالى كلم عم سيد الوك، هو اصلا جارنا. قال لي يا ماما هكلم خالي. هو دايما يقولوا له يا خال كده، بيقولوا له كده من ده مش باسمه. خرجوا على الباب، سمعت صوت، لقيت ابني ايده مقطوعه، انا ما شفتش شكلها. ثلاثه كتفوه حضرتك؟ انا لقيته ايديا مقطوعه، الناس قعدوا يقولوا ثلاثه كتفوه، انا ما شفتش الواقع. انا كل الناس بقت تصوت، والواد بقى يجري زي الحمامه في الشارع. بصيت لقيت لك سيف كبير كده وسنج وبيجروا ورانا ورا الناس ورا اهله. كانت هي حضرتك بتبوس في ايد سيد دوت؟ لا، ابنك بتقول بيجري زي الحمامه بعد قطع ايده. بعد قطع ايده، بعد قطع ايده. حزبنا الله ونعم الوكيل. والدم بينزف منه كميات كبيره. الدم ده خرطوم، بقت اكنك فاتح حنفيات كده، هو نفر مش عايز يقف، هو اصلا مش مستحمل، هو ضعيف مش قدهم، ده سنه صغير عيل. كم سنه هو كده؟ هو 20 سنه. يعني مش كبير. هم رجاله متجوزين ومخلفين. طيب امنيه، زي ما انت قلتي لي امبارح انه اللي قطع ايده قال لا اله الا الله وقطع بينفذ حد السرقه. ثلاثه حضرتك كتفوه، وافي الهوك، خلاهم فردوا له دراعه حضرتك. ونزل عليه بالسيف ولا اله الا الله، احنا بنقيم عليك الحد عشان تكون عبره لكل انسان يفكر انه يسرق. احنا بنقيم عليك الحد لا اله الا الله لا اله الا الله، ونزل على ايده بالسيف. اخويا بقى عمال يصوت وهو اساسا مش شايف ايده، مش شايف ان ايده دي اساسا اللي مرميه على الارض. حسبنا الله ونعم. عمال يصوت من الوجع. حسبنا الله ونعم. بيبص في الارض، لا كفه ايديه بقينا عمالين ننهار، وبقيت عمال اصوت اخويا اخويا. انا مش متخيله ان ايدي دي اللي مرميه في الارض، محدش متخيل. احنا كلنا يعني انتوا لما وصلتوا لقيتي ايديه على كفه ايديه مرميه في الارض. حسب الله ونعم الوكيل فيهم. انا ما شفتش، مش شفتهمش كده، شفت كفه الايد مرميه على الارض. مش متخيله ابدا ابدا ان دي كفه ايد اخويا. بقيت عماله اصوت على المنظر، اخويا وحبيبي، اخويا وحبيبي، على المنظر اللي هو فيه. حتى لو عمال يجري في الشارع، حتى لو ابني زي ما بيقولوا سرق، يعملوا كده؟ يعملوا ليه؟ ما يجري حضرتك، احنا في قرص مين؟ احنا في ايه؟ في ايه؟ احنا في غابه ما فيهاش قانون ان ابني يتعمل فيه كده، يقطعوا له ايديه ليه؟ عايز اعرف ليه؟ حرام. طيب. حرام اللي هم عملوا فيه كده، حرام. عمل لهم ايه؟ عمل لهم ايه؟ ولا ابني خد منهم حاجه ولا محتاجه. حتى لو خد، حتى لو خد ماشي انا معاك، حتى لو يعني بس ليه؟ اللي عايز ياخد حقه ياخد حقه، ياخد بالقانون حقه. طيب يبقى خلاص بقى، يبقى البلد خلاص كده، طالما تقول عليها يلا السلام، طالما انتوا تعملوا فيه. طيب يعني هو يعني قالوا انت سرقت الموبايل وقطعوا ايديه، بنقيم عليك حد السرقه. جري اخويا في الشارع بقى عمال يجري كاني انسان رقبته مذبوحه، عمال يجري من حلاوه الروح، مش دريان بنفسه، عمال يجري في الشارع والناس بتجري وراه، لدرجه ان الناس وطوا في الارض. مرات خالي وطت في الارض على الكيس، على كفه ايديه، وجابت شنطه بقت الناس ملمومه، ناس كتير شنطة خايفه، هتضيع دي كده، دي هتضيع في الشارع، دي هتضيع. وخدتها حطيتها في كيس حضرتك، حطيتها في كيس، والناس خدوا وراهم على المكن وجريوا بيه على المستشفيات. راحوا مستشفى السيد جلال، مستشفى السيد جلال تبعت سالوا عليها، حطوا له، حطوا كفه الايد في محاليل عشان خاطر الايد ما تموتش. اما هو ما قبلهوش، قال لهم اجروا بيه بسرعه على الارض مستشفى معهد ناصر. راحوا بيه معهد ناصر حضرتك،
والتقارير كلها اللي طلعت من معهد نصر ان كانوا عايزين يبتروا ايده من بعد الكوع، لان الدوره الدم توقف، الدم توقف عن الدراع خلاص، مش واصل لدراعه، مغذين ابوه كمان مش واصل لدراعه حضرتك. قالوا ان احنا لازم نبتر الايد كلها عشان ما تعملش غرغره، تفصل الدراع كله. اللي حصل بعد 14 ساعة ونص في أوضة العمليات داخل أحمد أخويا من حوالي ستة كده لحد تاني. احنا عندنا صور لأحمد في المستشفى، لو أيوة لو نشوفها نشوفها دلوقتي، بس المهم أكمل. أو دي والدي حضرتك، دي صورته في المستشفى أيوة يا حبيبي، حبيبي وعمري، ده ابني مش أخويا، ده ابني والله. حسبنا الله ونعم الوكيل، والله العظيم ابني، أنا اللي مربياه. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله، مش هقول إلا حسبنا الله ونعم الوكيل في الظالمين، الظالمين المفترين، ده أنا عمري ما عملت معاهم حاجة وحشة. طب أنت لما وصلت للمكان يا يوم لقيت ابنك، المكان ده قدام بيتي، قدام بيتي، قدام بيتي، ما كملش ثواني، إحنا في حارة زي حارة سد حضرتك، بيتنا وبيتي. ولما شفت ابنك كده ما يعني، انا بشوف انا من الناس خدته والدتي وقعت في الارض حضرتك، انا بقيت عماله تبوس على ايد سيد، انا كفايه يا سيد، مش للدرجات دي، ما لناش حاجه، بقيت امسك فيه كده، حرام عليك، حرام عليك كل طب ده. وانتوا شفتوا السيف ده اللي استخدمه؟ شفته والله، شفته والله، شفته والله، سؤال اتحاسب عليه يوم القيامه. انا كنت سيف 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 طالع في غزوه، سيف والله، سيف سيف، وقرايبه بالسنج والازاز والطوب، اكن حرب، اكن احنا كنا عزل والله، كانوا قرايبي عزل والله، كانوا قرايبي عزل، اخواتي حضرتك واهلي، وجوزي مسكوه غزوه، جوزي جاي من الاسم كان بيسال على ابني، جاي بيجري على النيل، جاي بيجري زي ما الناس بتعمل، راحوا غزينه، غزى ابوه عندك ابو حضرتك. طيب، عندك طيب. أمنيه عشان بس نبقى بنكمل بقيه الموضوع. هو تم القبض على المتهمين، واحنا معانا صورهم جاهزه، لو نشوفها كده عندنا الصور، وهنقول لكم كمان البيان اللي صدر. وزي ما اقول لكم يا جماعه، دي صور المتهمين، وفي صور تانية موجوده عندنا، ونعم الوكيل فيكم، ربنا ينتقم منكم. وطبعا هنا يعني اهو، المهم ده البيان بتاع الداخليه، ان في النهايه انه تم بالاسماء يعني تبلغ للاجهزه الامنيه بمديريه امن القاهره بحدوث مشاجره بين كل من طرف اول المدعو احمد. طبعا هم بيقولوا انه احمد طارق، انه اخوك مسجل خطر بغض النظر. احمد طارق لا لا، ملوش اي حاجه حضرتك، الوكيل ملوش اي واقعة يعني، ملوش اي حاجه، اسال عليه ولا اي حاجه، ولا احمد ولا محمد ولا محمد، اسال عليه ولا اسال عليه، حرام عليه. بالعكس، بل سيد دوت هو اللي له سيادة. طيب خلينا بس، انا بقى يا جماعه مهتم بالواقع، حتى انا بعتبر، حتى لو هو مسجل خطأ، حتى لو هو سرق، حتى لو هو سرق، هنقطع يعني، هنقول للناس اقطعوا ايد السارق يعني، هقول انه سرق، ايوه انه هو مسجل وكل حاجه، وانه مسجل سرقات يعني، هنقول للناس اقطعوا، طبقوا الحد واقطعوا يد السارق بهذا الشكل. كل ناس، كل واحد يعتبر نفسه دويله داخل الدوله، أيوة، وينفذ القانون كده بمزاجه يعني. أيوة. احمد حضرتك، طيب، عنده 20 سنه، لحق امتى بقى مسجل خطر؟ ولا محمد لحق امتى بقى مسجل سرقات؟ عنده 22 سنه. هنا الاجهزه الامنيه بتقول انها انتقلت لمكان الحادث وتمكنت من السيطره على الموقف ومصادره الاسلحه اللي موجوده، وضبط جميع الأسلحة وجميع أطراف المشاجرة في الواقع. عايز أسألك، لأنه الحقيقة الجدل اللي حصل كمان في الجدل اللي حصل في الواقعة دي، هو حالة الخوف والفزع عند الناس. أنتوا الشارع مزدحم يعني، انت في الشرابية، ايوه، الساعة 3 العصر، لا احنا حتتنا هادية، انت بتقولي يعني حضرتك كان كأنك بتصور فيلم، حبة واقفين الناحية دي وحبة واقفين الناحية دي كده، واقفين يتفرجوا والواقعة كده، والواقعة في النص، لا يا محدش تدخل، لا 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 لا، تدخل بينهم، بيخافوا منهم، حرب، الناس خايفة، بيخافوا منهم، وخايفة من السيوف ومن السنة، هم طبقة عازلة، هيضحي بعمره، أدام قطع وإيد طفل، يعتبر طفل بالنسبة لهم، بيخافوا مين بقى، مين اللي هيتجرأ إن هو يدخل في وسط الناس دي؟ هما بيخافوا منهم، حسبنا الله، غير ربنا هو اللي هينتقم منهم. والدي لما عرف ان ابنه حصل له كده جاي بيجري عليه، نزلوا عليهم بقى زي غزوه، عندك صورته حضرتك،
غزو ابن خالي وبيشيله. طيب. قال له ما حدش هيروح المستشفى، ما فيش مستشفيات ليكوا، وقام غزو بالمطعم ابن خاله وهو واخدين خاله وعنده 65 سنه خدوط الحكومه. طيب. ولا حد ممسوك عندنا ما عملش اي حاجه وما معهوش اي حاجه ولا عندنا ولا وتعدوا على الشرطه بالضرب حضرتك. طيب احنا عند في صور تانية للمتهمين عندنا لو جاهزه نشوفها يوميا. عايز اسالك في انت بتقولي في العصر وفي وضح النهار وفي أيوة في العصر ومحدش تدخل من الناس خوفا يعني خوفاً. لما لو يعني قطع ايد بالسيف كده فالناس خافت الناس يعني إيه؟ ايوه طبعا ايوه محدش والله العظيم اتدخل ولا حد لمسهم. الناس بقى كل اللي عليهم الناس من بلكونات حزب الله ونعم الوكيل، حزب الله ونعم الوكيل ليه كده ليه كده بتاع التوك توك اللي شال اللي احنا جايبينه عشان نركبه بتاع التوك توك اللي جري كان خايف جري مرضيش ياخده. لا 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 حد بس يتكلم يا ام عشان هي بتتكلم. لا بتاع التوك توك عايز يقول لا 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 جري بالتوك توك مرضيش يمسكه. بقينا نصوت في الشارع حد يلحقنا ابوس ايديكوا اتصلوا بالشرطه ابوس ايديكوا اتصلوا بالاسعاف. مفيش حد بيتحرك. الشرطه نزلت ضربوا الشرطه اتعدى على الشرطه بالضرب. الشرطه فعلا مسكتهم في ساعتها بس هربوا انهم كانوا كتير وكانوا بيضربوا كل اللي يمسكهم نازلين عليه ضرب بسيوف ومعاهم حاجات غريبه. انا اول مره اشوف الحروب ده كان حرب مش طيب مش بس مشكلة. اللي قطع الكف بالايد ده وقال لا اله الا الله يعني أيوة. وبينتمي للتيار الديني يعني تيار سلفي في هو عامل نفسه عادي. ان هو في الدين لكن هو ما يعرفش اي حاجه عن دين ربنا ومحسسنا ان هو تبع الدين وتبع ربنا بس ده مش دين ولا ده تبع ربنا. ربنا ما قالكش اقطع ايد ربنا ما قالكش خد. طيب بس هي اخته كانت معانا امبارح في المداخله معاكي أيوة وبتقول أيوة احنا ما قطعناش حسب الله ونعم الوكيل فيها ربنا ينتقم منها كذابه كذابه كذابه. يعني ابني احنا اللي قطعناه مين بتقول لك عايزين ياخدوا ديه؟ احنا نقطع ايد اخويا عشان ناخد ديه هناخد كام؟ 5 مليون جنيه 6 مليون جنيه في ايد طفل هيعيش طول حياته عاجز ولا يعرف يشتغل ولا يعرف يعمل اي حاجه في حياته. هناخد ايه ولا هنعمل ايه بالفلوس؟ هنعمل ايه بالفلوس واحنا الحمد لله مش فقراء قوي قوي لدرجه حتى لو فقراء ما بنعملش. اخوكي بقى في المستشفى قالوا هيعملوا له عمليه هيمكن زراعه الايد في ولا صعب ولا قالوا لكم الاطباء ايه؟ هم عملوا عمليه لمده 14 قعد 14 ساعه و35 دقيقه في اوضه العمليات. احمد ده لاعاده زرع الكف لاعاده زرع الكف فعلا حطوا له الكف بس لسه برضو المستشفى مش متاكده ان كان هيشتغل ولا لا. قالوا بنسبه 5% نجاح واحنا كنا هناك النهارده في المستشفى وقالوا ان الاورده ما مش لقطه للدم وممكن ان تتفك تاني الزراعه عن الايد عشان ما تعملش غرغرينا والايد تتفصل كلها تاني. طيب طبعا يا جماعه احنا تناولنا معاكم الواقعه بكل تفاصيلها وملابساتها واللي بيهمني يعني مش هتهمني قوي الملابسات اللي قبل في سرقه فليكن في خناقات متبادله فليكن انما اذا ثبتت وقعت انه في حد يقول لا اله الا الله ويقطع يدا بهذا الشكل ويقطع كف احنا هنا في منتهى الخطوره خاصه انه قطع الكف بشكل احترافي يعني مش واحد. الخناقه دايما هتلاقي انه لو بيضرب بالسيف بالسكينه مش هيقطع بالدقه الشديده دي لا ده هو قطع اليد بالظبط قطع الكف بدقة وباحترافية. لو هو بيضرب بعشوائية في إطار خناقة ما هياخد جزء من الإيد يعني من الزراعة وبالتالي احنا لا أمام مشهد احترافي في القطع. تعالوا نقطع يد السارق ونقطع الكف بهذا الشكل المحترف وبغض النظر مهما كانت الملابسات اللي بالتأكيد تحقيقات النيابة هتكشفها لكن الواقعة في منتهى الخطورة مش ممكن ابدا ان نقبل بانه تبقى في دويلات داخل الدوله او يتوهم البعض ويعتقد انه ممكن ياخد حقه بهذا الشكل. ده بيؤدي الى انتشار ثقافه البلطجه وبدراعي وهاخد حقي بالشكل ده. ده ثقافه هتنتشر ممكن تكون هي موجوده ومنتشره لكن مطلوب انه يبقى في واقعه زي دي تصدمنا علشان الاجهزه المعنيه تتدخل. وهي مش قضية أمنية فقط، لا قضية لابد أن تطرح للنقاش، زي ما قلت لكم
الواقعه كمان المتعلقه باسكندريه، بغض النظر كمان عن ان في تشابه وما فيش تشابه، لان واقعه اسكندريه ذبح ده واحد متطرف واعترف وقال انا رايح اذبح مسيحيا بيبيع خمور وذبحه بالشكل اللي احنا شايفينه ده. وهنا قلنا الخطر في ده حتى لو كانت عملا فرديا وهي كذلك من خلال تحيات النيابة، ده أخطر. ده معناه أن بعض الأشخاص بسبب ما تعلموه على يد البعض وبسبب الفتاوى المنتشرة وبسبب ثقافة البلطجة كمان وثقافة اعتقاد البعض أنه يمكن أن يكون دويلات داخل الدولة، فتعالوا نعمل كده. صحيح الأسباب والدوافع مختلفة، لكن في النهاية المحصلة واحدة، ده ذبح واعتقد انه اذبح مسيحيا يبيع الخمور تدخل الجنة، وذبح والتاني قال لا اله الا الله وطبق حد السرقة وقطع الكف بدقة وباحترافية. في واقعة تانية ايضا هنتناولها معاكم من خلال التحقيق التلفزيوني، هي واقعة مخيفة لها ملابسات مش هنستطيع التعرف على اسبابها النهائية بشكل كامل يعني. طيب الأستاذ طارق بس معانا، والد الضحية. يا عم طارق أهلا بيك. أهلا وسهلا طارق، أنت عندك شهادة في اللي حصل؟ أنت شفت حاجة ولا ما شفتهاش، ولا كنت فين وقتها؟ أنا حضرتك كنت في الشغل. وبلغوك فجيت على طول؟ نعم. بلغوك بعد كده يعني؟ لا أنا جاي من الشغل لحضرتك، اساس الحكايه انا جاي من الشغل ببص لقيت اول ما نزلت من الميكروباص لقيت واحد اسمه سيد الهوك اللي هو خلاص احنا قلنا الواقع. لكن انت اما في الشارع قال لي فين التليفون؟ قلت له تليفون ايه؟ انت مش حبست الواد؟ مش خليت الموضوع قانون في الاول؟ قالوا لي ابنك سرق التليفون. قلت له بكام التليفون؟ التليفون ب 3200. قلت له عيني دي وعيني دي، اجيب لك تليفون لو التليفون ده ب 10000 انا اجيبه لك. غلطت كده سيادتك في حاجه؟ طيب يعني انت حتى قلت لهم نجيب لكم تليفون تاني يعني؟ في ساعتها. طب ايه التصميم على قطع ايده بالشكل ده يا عم طارق؟ اول ما قال لي التليفون قلت له انا سيادتك هجيب لك التليفون عينيا، لو هو مش بثلاثه هو لو ب 10000 انا هجيبه. قال لي ماشي. قالوا بعضهم ومشيوا. والكلام ده كان يوم 22 23 حاجه زي كده. فقام واخد بعضه وقمت ماشي. عرفت ان انا هجيب له تليفون. بعدها بيومين، يوم ثاني يوم ولا ثالث يوم، سمعت ان ابني اتاخد في القسم. ليه يعني؟ قال لك ما هو سيد الهوك عامل له محضر. طيب يا عم طارق بس قول لي بقى، الناس كلها شاهده على انه استم استخدام سيف يعني؟ انت من في الحي عندك ناس شاهدين انه تم؟ انا بحكي عايزني احكي لسيادتك من الاول. من الاخر بس عشان بس انا مش هيهمني اللي حصل قبل كده، اي حاجه تحصل مش مبرر ابدا اللي حصل ده. انا بقول لك سالت الناس بعد كده ان الناس شاهدين انه بالفعل استخدم سيف وقطع. ده حصل حقيقي. ما انا بقول لسيادتك، انا بقول لك الحكايه عشان تعرف الموضوع من اوله. ما هم اصلهم قالوا لنا الموضوع من اوله يا عم طارق عشان ما نعيدش الكلام. بس ماشي، جبت انا خدت بعضي وجاي امشي، قال لي التليفون فين؟ قلت له التليفون انا انت وديته الواد الاسم وعملت له قضيه، يبقى خلي القانون ياخد مجراه. انتوا لا اشتريتوا عشره ولا اشتريتوا جيره ولا اشتريتوا اهل، احنا طول عمرنا في هو مش عاوز قانون بقى. لا مش انتوا قصاد البيت، انتوا اخترتوا القانون خلاص، يبقى انا ما جبتش تليفون. قال لي ازاي؟ انت حراميه وانت حرامي وابنك حرامي وخدت التليفون تقول لي مش هجيب زيه؟ المهم انت سايبه وقمت ماشي. قال لي لو ما التليفون ما جالناش هقطع لك ايده. قلت له يا عم اقطعها زي ما انت عايز، مش في دماغي ان سيادتك هيعمل كده خالص. وسبته ومشي. يعني هو قال لك انا هقطع ايد ابنك لو التليفون ما جاش؟ قال لي هقطع لك ايده لو ما جبتليش التليفون. حق التليفون لو ما جاش. احنا جبنا له احنا خمسه تليفون والله. هقطع لك ايد ابني. قلت له بقطعها. عرفت تقطعها يبقى اقطعها. طبعا مش في دماغي حاجه. خدت بعضي ومشيت. رحت البيت.
لقيت والده محمد طارق اللي هم اتهموه انه سرق التليفون، عامله له الاكل وبتاع ومش عارف ايه، قمت واخد الاكل وقمت واخد حاجاته، قمت رايح قلت له اروح اودي الحاجات دي للواد في القسم. الواد راح النيابه وجه من النيابه خد اخلاء سبيل، فقلت اروح اودي له لقمه ياكلها علشان هو هيروح بالليل مش هيروح دلوقتي. خلينا بس في التفاصيل يا عم طارق. جيت من عند الواد، جيت من عند الواد قالوا لي الحق ابنك قريب من البيت الاسم. نعم جيت من عند الواد من الاسم اسم الشرابيه. جيت من الاسم بتوكسو، وصلت لغايه وانا ماشي في التوكسو الناس وقفوني قالوا لي الحق في مستشفى السيد جلال، ابنك طلع على مستشفى السيد جلال ايده مقطوعه. ليه لا الناس السكان اللي عندك بس قالوا لك الواقع اللي شافوا الواقع؟ انا ماشي بالتوكتوك قالوا لي ابنك بيجري ايده مفصوله لوحدها وراح مستشفى السيد جلال. قلت له حاضر، قمت جاري على البيت. ليه في ايه؟ قال لي اصاب الهوك وسمير الهوك واحمد الهوك والوقت اخر. انا بشكرك يا عم طارق، الف شكر. وهاخد دكتور هاني راشد مدير معهد نصر. دكتور هاني اهلا بيك. استاذ وائل ازي حضرتك؟ اهلا بحضرتك دكتور هاني. قول لي لما المصاب جاء الى معهد نصر القطع في الكف بهذا الشكل يعني هو قطع الكف بشكل احترافي قوي من خلال خبرتك الطبيه يعني الكف بدقه يعني تم قطع الكف وعملته ايه بعد كده لعلاجه يعني وحالته الصحيه ايه؟ هو حضرتك يا فندم المريض وصل الطوارئ لمستشفى الساعه 3 مساء. هو كان يعاني من هبوط شديد بالدوره الدمويه نتيجه نزيف شديد اثر بتر كامل لليد، وتم تقديم الاسعافات الاوليه في الطوارئ لايقاف النزيف، وتم تجهيز غرفه العمليات فورا، وتم استدعاء الطاقم الطبي المكون من استشاري جراحه التجميل وجراحه عظام اليد والاوعيه الدمويه، وتم يمكن عمليه استغرقت حوالي 13 ساعه في غرفه العمليات. تم وقف النزيف وتم عمل اعاده لليد والساعد وتوصيل الشرايين والاورده والاعصاب والاوتار القابضه والباسطه لليد، وعمل توصيل للشرايين والاورده والاعصاب بواسطه اطباء جراحه التجميل باستخدام الميكروسكوب. وبعد ما انهوا العمليه تم وضع اليد تحت الملاحظه وبيتعمل غيار. يمكن انا كنت عنده من ساعه ومريت عليه بنفسي، الحمد لله انا شايف ان الامور ماشيه بشكل كويس. هنتابع حضرتك يوميا الكابيلاريز ووصول الدوره الدمويه لليد بشكل مظبوط يوم بعد يوم ان شاء الله باذن الله. وبعد يعني انت هنا يعني هم كانوا متخوفين في الاول كمان انه يحصل بتر للذراع بالكامل يعني لا الحمد لله يا فندم الفريق الطبي قام بمجهود رائع حقيقه الامر، يعني ان هو يعيد اليد لمكانها واتعملت بشكل جميل جدا كجراحه ميكروسكوبيه. وبس احنا بنتابع بقى يوم بيوم الكابيلاري واعاده زراعه كف اليد من جديد. ده بتتم يا دكتور؟ والله يا فندم بص حضرتك الحمد لله اتعمل فيها شغل رائع جدا من الاطباء. هنتابع يوم بيوم وصول الدوره الدمويه لليد ونفضل 15 يوم، وبعد ال 15 يوم الاولى هنبدا نخش في اجراءات العلاج الطبيعي ان شاء الله. أنا بشكر حضرتك يا دكتور، ألف شكر وبشكركم جميعا يا جماعة. اللي بيهمنا في الواقعة دي ربنا يبارك لكم، الواقعة المخيفة هو إنه يبقى فيه استخدام سيف، يعني كان ناقص يبقى فيه حصان وخيول وغزوة، غزوة الشرابية، ويتم استخدام سيف لقطع يد أحد المواطنين بقى مسجل خطر بيسرق سرق عنده سجل. فالحقيقة ده كل ده يعمل كل حزبنا الله ونعم الوكيل. طيب بغض النظر كل ده لأنه ده موجود في بيان ده، بس حتى بغض النظر ده معناها إنه يبقى خلاص يبقى لا نقفل المحاكم ونقفل المؤسسات وكل واحد بيسرق حد يلا نقطع الايد والناس تعتقد انها بتطبق الحدود بهذا الشكل. طيب عشان بس شقيقة المتهم بس استاذة كريمة الهوك بس بموضوعية شديدة وما فيش مجال لتبادل الاتهامات او التراشق يعني
عشان بس يبقى عندك حق الرد. حق الرد بتاعنا حضرتك فين؟ احنا ما رديناش على اي حاجه. انا بقول لك ما انا مديكي اهوت حق الرد. انا بطلب منك بس حضرتك لساعه وانت ما سمعتش مننا اي حاجه. حضرتك هم ناس ما انتوا كنتوا معانا امبارح وسمعناكم. حضرتك هم ناس معروف. حضرتك المعد اللي جاي يسجل عندنا خرج. طيب مش ما انا مش هساوي بين الضحيه والجلاد يعني. مش هساوي بين الضحيه والجلاد. استاذ وائل حضرتك من هذا. والله لو اخوكي لو اخوكي ايديه اتقطعت يا استاذه كريمه بس لو سمحت. لو اخوكي ايديه اتقطعت. محايد انت متحامل علينا ما انت ما تعرفش حاجه. مين قال ان هو قال الله؟ طب انا يا ستي ما بعرفش حاجه يعني. الكلام دوت ده كلامه خلاص. انا ما بعرفش حاجه. خلي القضاء ياخذ مجراه. سيبلنا احنا بقى مجراه. حضرتك هم مش عاجبهم ان القضاء خد مجراه. مش عاجبهم ان احنا عملنا محضر لاخوهم واحنا سلمناه. ما انت قطعتي ما انتوا قطعتوا ايديه. مين قال لك كده؟ ربنا يهديهم مني ان شاء الله. يا جماعه لو سمحت مين جريمه قتل؟ يا استاذه كريمه بس لو سمحت لو سمحت انا عايز اسالك السؤال اللي سالته تاني. لو سمحت اسمعيني بس عشان نسال. مش عايزه تتبادل الحوار. هو الحوار كده ان انا اسال وانت تجيبي زي ما انا بسالهم. الوقت انت بتقولي ما قطعناش ايده. طب مين اللي قطع ايده بالشكل ده؟ مش وشي بقول لحضرتك دوت عمه ميت مقتول دوت خلان والاتنين طالعين. هو سفاح. هو سفاح يعني ليهم مين؟ هو سفاح. عايز افهم بس عدو. وحضرتك عايز تقول اللي حضرتك هم بيقولوا خلاص باذن الله اشوفها في يوم ما تقابلي ربنا. يوم ما تقابلي ربنا بالشهاده الزور ان شاء الله. هتقابليه بالشهاده الزور هتقولي له ايه؟ ان شاء الله هتقابلي ربنا. طيب يا جماعه لو سمحتوا ان شاء الله يا استاذه كريمه دلوقتي انا قدام ايد اتقطعت بشكل احترافي جدا والعيله تهددت بانه هنقطع ايده وقطعوا بالفعل ايده وتم استخدام سيف وتم قطع ايده بهذا الشكل ولا اله الا الله نفذ عليه حد السرقه بالشكل ده. انت عندك تعليق على ده؟ اتفضلي. حضرتك مين اللي قال لحضرتك الكلام دوت؟ بقول لك حضرتك الولد دوت ابوه كان بيكتفه بالجنازير وبالبتاع وبالكلبشات عشان كل ما يطلع يعمل مصيبه. ده صبطوه وهو بيشيل موتور وبيشيل انبوبه وبيشيل بيشيل على البيوت. طيب خلاص خلينا يعني يا استاذه كريمه ان شاء الله انا ماليش علاقه بسجله دلوقتي. ان شاء الله انا بسالك سؤال ان شاء الله ماليش علاقه بسجله. لو سمحت يا ام لو سمحتوا يا جماعه بس اتفضل انا ماليش علاقه بسجله. بقولي ده في النيابه. انا بسالك مين اللي قطع ايده بالشكل ده وانتوا هددتوا قبل كده هنقطع ايده سيف وتم قطع اليد. فندم ليهم مليون عدو. بقول لك اخوهم لسه طالع من جنايه قتل. يعني ليهم مليون عدو. دول ناس عمه ميت مقتول. طيب خليني اسال احمد الهوك وهو معانا على التليفون. هو احمد الهوك متهم في القضيه. يا عم احمد اهلا بيك. اهلا يا بيه. هو انت فين؟ انت بتتكلم منين؟ يا بيه نعم؟ انت بتتكلم منين؟ بتكلم من الشارع. انت متهم في القضيه ولا انت ايه؟ انا مش متهم. امال مين؟ ما هو كلكم حكم. مين اللي متهم؟ اخواته واولاده. اولاده اخوه. ايوه يا بيه انا معاك. طيب عايز تعلق دلوقتي؟ انتوا قطعتوا ايد نص موضوع فوق. موضوعهم كلهم غلط. ولا في كلمه لا اله الا الله ولا في اي حاجه. حسبي الله ونعم الوكيل. طيب المهم ان في ايد اتقطعت يعني بغض النظر قال لا اله الا الله وما قالش. لو سمحتوا بس يا جماعه في ايد اتقطعت. مين اللي قطعها يا بيه؟ ما نعرفش والله العظيم. ليهم الف عدو. طيب يبقى القطه كلتها بقى يا عم احمد. يعني هنقعد بقى يا جماعه. خلينا انا بشكرك. استاذه كريمه عايزه تقولي تعليق تاني؟ حسبنا الله ونعم. قول لحضرتك دي عيله محترمه طوب الارض بيها. خلينا بس خلينا في الاتهام. حسبنا الله ونعم الوكيل فيك يا كريمه. حضرتك ما عرفتش التقرير. طيب انا بشكركم جميعا. المهم يا جماعه انه بغض النظر خلونا في المحصله النهائيه. انه في ناس تعتقد انها ممكن تاخد حقها حتى لو كان لهم حق بهذا الشكل ده. واحد اتنين
انه في قانون يا استاذ، في ناس كمان تعتقد انه بيسرق. ما هو المساله اصلا متعلقه بايه؟ يعني ما هي سرقه وقطع ايد هيبقى ايه يعني؟ ما هو يعني البعض هيقول لك هو انت بتحمل القضيه ما لا تحتمل، يعني سرقه ومتهمينه بالسرقه وبعدين قطعوا الايد، طب قول هيبقى ايه؟ هيبقى قطع يد السارق. قول انت بغض النظر قال بقى لا اله الا الله ما قالش، لكن انا قدام هم بيتهموه بالسرقه وهنقطع ايده لانه سرق وقطعوا الايد وحصل وقالوا وقالوا، وبالتالي هنا ما ينفعش حد يقول والله ما نعملش رابط بين الاثنين. لا، انا امام واقعه اللي تم تطبيق فيها حد السرقه، تم بقى تطبيقه تدينا، بلطجه، مزج بين الاثنين، اعتقاد. في كل الاحوال انا قدام كف طارد كده، ولما تقعد تتخيل المشهد يعني الام بتقول لابني ماشي، انتوا عارفين اللي كان بيذبح فرخه زمان، فكان الناس تودي وشها الناحيه الثانيه، الناس مش قادره تيجي ناحيته، والله ما بقاش قادره تيجي ناحيته، كله بقى يجري، والله الناس كلها بقت تجري من منظره، ده هو حي وما فيهوش نفس اصلا، والله كانوا بيجروا من منظره، خلوا جه يمسكوا الحكومه مسكته، والله خلوا جه يمسكوا وخلوا اتنقلت القضية، والله العظيم كان ابني بيموت كده، الناس كلها بقت تجري من هنا ومن هنا، محدش، والله والله انا ما شفت ابني، والله يا ام فاطمة انا متخيل المشهد، انا عايزة حقي يا ابني، طيب انا بشكرك، انا بتخيل معاك المشهد، مشهد قطع ايد ابنك بالشكل ده صعب، وهو بيجري مفرفر زي ال، عشان هم ما حسوش، طيب. مش ابنهم عشان يوجعهم، وكمان سب وقذف ورمي ابتلاء وكل حاجه، بغض النظر انا بشكركم يا جماعه. احمد بس النهارده حضرتك مأمني، النهارده وانا عنده في المستشفى بعمل يقول لي انا بموت انا بموت، ايه ده الدكتور طمنكم اهو، مش بيتكلم، الخراطيم وكله، هي الايد الشمال حضرتك اللي موصله بالقلب، والله العظيم ما بيتكلم، عمال يقول لي انا بموت، ادعوني ادعوني وهاتي له حقي، هاتي له حقي ان شاء الله يقوم بالسؤال. المهم ان انه المجتمع ينزعج من هذه الحوادث، على اعتبار انها مخيفه، بتدوس على القانون، بتدوس على المؤسسات، بتحول الاشخاص الى دويلات داخل الدوله، والاخطر انها تكون بتتم باسم الدين حتى لو ما لهاش علاقه بالدين. احيانا البعض حتى في الاحياء الشعبيه يقول لك هو سرق، طب والله لا قطع ايده، يعني حتى لو مش بوازع ديني، حتى لو انطلاقا من بلطجه، لكن في كل الاحوال سرقه، تعالوا نقطع ايد اللي سرق. وتم قطع الايد بشكل احترافي مخيف، انا بشوف ده انه قطع لشرايين المجتمع، لو سمحنا بانه يتم دهس القانون بهذا الشكل، وانه الناس تقول هاخد حقي بايدي، وتعتقد انها يمكن ان تنفذ الحدود، والاخطر طبعا انه يبقى في خلفيه دينيه لده، حتى لو ما فيش، هي خلفيه بلطجه بس، حتى لو هي خلفيه بلطجه، لكن تم قطع ايد بشكل احترافي عقابا على السرقه. نصمت، اعتقد انها قضيه مخيفه تحتاج كمان لتحليل نفسي واجتماعي. بعد الفاصل